عودة جديدة لكم مشاهدينا في غبقتنا الكويتية الخفيفة عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. مثل ما ذكرت زميلتي في البداية غبقتنا شوي اليوم دسمة، معانا ضيوف حلوين، معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى وزميله الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في التعليم العالي. تقبل طاعتكم مع الوزير وشرفتونا ونشكرك على حضورك ويانا رغم ارتباطاتك ومسؤولياتك. من نومينكم يا أهلا وسهلا فيكم، وإحنا نرحب باللقاء هذا دائما، خصوصا تلفزيون الكويت احنا دائما متعاونين معاه، سواء من من الموظفين عندنا في الوزارة إلى حد الوزير إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية وتقبل الله طاعتكم وسال مباركة وتو ما نور البرنامج. حياكم الله، أهلا وسهلا. يمكن أنا ذكرت في بداية البرنامج إن نهضة أي بلد تقوم على وزارتين، وزارة الصحة ووزارة التعليم. إذا أنت تبي تنهض في بلد نهضته ترقى إلى أجيال، تركز على هذه الوزارتين. يعطيك ألف عافية، أنت قاعد تقوم بمسؤولية جدا كبيرة لنهوض ببلد يرقى إلى عمر، ونبي أجيالنا ترقى لمستويات رفيعة ونشوفها في أعلى المناصب والمراتب. فهذه مسؤولية على عاتقك، إن شاء الله أنت خير صورة وتمثلنا لهذا المستوى من العطاء. يمكن أول شيء أركز عليه تغيير المناهج. كثير من الناس في الآونة الأخيرة يقولون تغيير مناهج، نبي تغيير مناهج، في تغيير مناهج. نبي الكلمة منك، في تغيير مناهج، في تطوير مناهج، هل هالموضوع صحيح؟ أول شيء أنا سعيد في اللقاء هذا، وثاني شيء بس أزيدش معلومة فيما يتعلق بنهضة المجتمع، هي مش مستقرة على التعليم والصحة، هي كلها باكج، سواء في السكن سواء في الخدمات تقدمها الدولة، كلها ينعكس على تطوره وتقدمها. فيما يتعلق بالمناهج هذا حديث دائما لما أتكلم فيه يثير شجون كثير من الناس، خصوصا بعض أعضاء مجلس الأمة. أنا من أول ما استلمت الوزارة كان تركيزي على المناهج، تركيزي على مراجعة وتطوير وليس تغيير. دائما الناس تخلط ما بين التغيير وما بين المراجعة والتطوير. المراجعة والتطوير دائما للأفضل، التغيير مو بالضرورة يكون للأفضل، ممكن يكون للأسوأ. فدائما الناس قاعد تخلط في العبارات هذه، ويعتقدون أن في التصريحات فيها تضارب، هي بالعكس ما فيها تضارب. يعني تكلمنا عن المناهج بكافتها وليس التربية الإسلامية فقط. التربية الإسلامية من ضمن هذه المناهج اللي يجب أن تطور. وعن اتفاقيتنا مع البنك الدولي تبدأ من الابتدائي، مرحلة ابتدائية إلى المرحلة الثانوية، ومتعلق بتطوير كل المناهج. أيضا صرحت في داخل المجلس الأمة أن مناهج الدين عندنا طلعت عليها لا تدعو إلى التطرف ولا تدعو إلى الإرهاب ولا تدعو في بعض الأشياء اللي ممكن تمس طائفة معينة، تمس مذهب معين. هذا راح نراجع ونشوف أساس ما يعني الكويت يمكن ضيقة في مساحتها ولكن واسعة في أنها تحتضن كل المذاهب وكل الأطياف. فنحتاج أن هذا الترابط اللي انعكس بعد الحادث في المسجد الإمام الصادق نبي يكون موجود في مناهجنا وليس بس في لحظة الحدث. وهذا اللي ندعو له، يعني دائماً أقول أن في شيء صح وفي شيء أصح، فأنت قاعد تشوف الأصح والأنسب لجيل قادم. فهذه أكيد الفكرة بالذات أكيد أكيد. يعني هذا الآن تطوير المناهج راح نتلمس نتائجه بعد 12 سنة. يعني دائما نقول احنا تطوير الإنسان يختلف عن تطوير الحجر. حلو. دائما نطالب في أن يكون الكويت مثل دبي أو غيرها. احنا راح نهتم بالإنسان أكثر، وإن الله وفقنا إن شاء الله، والاتفاقية مع البنك الدولي تمشي بالسرعة اللي احنا نرقبها. يعني يمكن البنك الدولي معروف أن عمله بطيء، يعني دقيق بس بطيء. احنا محتاجين للسرعة في الإنجاز هذه الاتفاقية عشان تتمثل. يعني وبعدين العملية التعليم الإلكتروني هذه جاية إن شاء الله، إذا مو بالفصل الأول بالفصل الثاني
الطالب يعني ما راح العام القادم العام الدراسي القادم موجودة يا الفصل الأول يا الفصل الثاني، ما راح يشيل جنطة ولا كتاب، عنده اللابتوب أو الآيباد التابلت، في تطبيق إداري، في تطبيق أكاديمي، الأسرة تراجع تطور تعليمي للطالب أو لأبنائه بدون لا يراجعون المدرس، بدون يراجعون المدرسة. هذه يمكن فيها في هذا الجانب مطبق في بعض المدارس الخاصة البايلينجوال، بس احنا راح نطبقه على في مدارسنا الحكومية، وعملنا الاتفاقية هذه مع مايكروسوفت. نعم. ندرب 10,000 مدرس، وإن شاء الله وهذه بدينا فيها. حلو. يعني ندرب المدرسين. حلو حلو معنا وزير. أبي انتقل للأستاذ عادل المسعد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في التعليم العالي. ما شاء الله علاقتكم عسى الله يتممها على خير ويحفظكم إن شاء الله. أنتم معالي الوزير من قبل 40 سنة، من قبل ما أولد أنا. أنا أصلاً جابه معي عن قصد. ليش؟ شو قصد؟ ماسك الشؤون المالية، وكلمة نص مدخولك من الإعلانات راح يصب فيه. فكلمني عن العلاقة هذه الجميلة، خصوصاً جمعكم عمل واحد في وزارة واحدة، وزارة التربية والتعليم العالي. يعني من نعم الله عز وجل علي إن أعرف بدر من زمان، لكن عادة الإنسان في صبا تكون عنده معاني الإنسانية موجودة، لكن ربما بالعمل وشاغل العمل يفقد من هذه الإنسانية جزء بسيط. ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد وجدت أن الإنسانية مالت بدر معالي الوزير دكتور بدر مرتفعة أكثر مما كانت في الصغر، وهذه يعني أعتقد من مقومات أي قيادي سواء كان وزير أو غير وزير، أي قيادي أن تكون نسبة ارتفاع الإنسانية فيه على أساس كل ما كان الإنسان يتحلى بهذه الإنسانية تكون حتى قراراته قرارات ذات جدوى وذات معنى. فأعتقد ولله الحمد يعني الدكتور معالي الوزير الدكتور بدر العيسى يتصف بهذه الصفة وهذه الميزة. بس متعب، يقولون مع الوزير شوي متعب. متعب يشتغل. بالدوام. متعب بالدوام يعني، وأنا يعني وأنا يعني أشفق عليه وأزعل، لأن تعرف إحنا نأخذ الويكند الجمعة والسبت، هو يأخذ بس الجمعة، فيعني خلينا إحنا نتعب. يعني إذا تشوف أنت مع الوزير يشتغل السبت في وقت الراحة ويشتغل في وزارتنا في وزارة التعليم العالي من الساعة 11 إلى الساعة 8 بالليل، أنت تخجل على نفسك، فبالتالي أنت كذلك تتواجد معاه باللوس، معنى أنه يداوم ما شاء الله من 7 إلى 11 بالليل. نعم، في أوقات الفطر هذا. يعني معظم وزرانا مو بس أنا، كل الوزراء سمعت. كل الوزراء ما شاء الله. أنا على فكرة مع الوزير، وزير الإعلام أبو صباح اللي يعطيه الصحة والعافية ما يطلع إلا متأخر والله. أنا أذكر مرة عندي برنامج بالليل، سيارته موجودة حتى بالويكند موجود، فعسى الله يعطيكم الصحة والعافية. معظم وزرانا كله يشتغلون يعني على مدار الساعة. زارنا وزير يعني الدولة الشيخ محمد بن عبد الله، فقلت له أبو عبد الله وزيرنا يداوم وايد، أنت كم ساعة تنام؟ هذا سؤال شخصي. فقال 4 ساعات. فقلت هذه الوزارات يعني طبعا هذا شيء طيب أن الوزراء يعملون بهذه الساعات على قدر المسؤولية، لكن صج عملهم مرهق. نعم. أنا قلت له لكم الجنة إن شاء الله، فأسأل الله لنا ولهم الجنة. يعني في ناس تحسدهم على هذه المراكز وهذه المناصب، ولكن لو يعرفون حجم المسؤولية اللي معتوب حجم العمل يحملونها على عاتقهم يقول لا أنسحب. أي صحيح. لا. نعم. صحيح. يعني لما يبقى قيادي أبعين قيادي عندي دائما أصور له حجم الشغل اللي راح يواجهه، إذا هو مستعد يواجه كمية العمل هذا أوكي. يعني لحد الآن مع القيادين والوكلاء والمساعدين كلهم، إذا الواحد اللي يشعر أنه في ضغط كبير بالعمل وخر. يعني أنا إذا شعرت بالضغط وحجم العمل الكبير اللي ما أقدر أستوعبه أبا وخر. حلو. فأنت جاي تعمل مو جاي عشان تستريح. حلو. مع الوزير عندي سؤال. أنا من قلت إنه إن شاء الله بيكون باكر معنا وزير تربية، كل إخوانك وأبنائك المعلمين قاعد يسألون، يقول كلمة خلي نزل الأعمال الممتازة. قلت مو بكيفه، هذه وزارة آلية محددة ومعينة يتخذها الوزير وفي إدارات معينة، فمثل الأعمال الممتازة. عندنا يمكن وزارة التربية
التربية بس مو تعلم، التربية من أكثر الوزارات اللي عندها كمية الأموال حق الأعمال الممتازة 60 مليون. نعم. وهذه ما السنة اللي فاتت نزلت، السنة هذه خاطبنا ديوان الخدمة بس ننطر موافقاتهم. يعني الحكي مو عند وزارة التربية، عند ديوان الخدمة. الناس دائما مستعيلة على ما أدري. يحبون البيزات ربعكم. أنا أحب أطرق حق موضوع وايد مهم. في فترة من الفترات شفنا تغيير المناهج الابتدائي بالذات، يعني دائما نذكر أنا أكل وأشربه مع حمد قلم، أختي أمل فراشة، أو يعني في كل فترة أو حقبة زمنية يكون لها كلمات معينة تنهض لجيل قادم. فهذا الشيء أكيد له دراسة مطولة تقوم عليها يعني أهداف، يعني إحنا نشوف جزء من هذا الهدف. ولكن إحنا الحين في عصر الإنستغرام، في عصر التواصل الاجتماعي، في عصر الأونلاين، فهل في دراسة لهذا الجيل القادم اللي ثقافته تختلف 180 درجة عن ثقافة القلم والورقة؟ ويعني دار أقول لك يمكن بدينا في كلام المناهج وطرقت على الموضوع هذا، يمكن موضوع حمد مع قلم انتهينا منه من سنوات، ولكن الآن فيما يتعلق باتفاقياتنا مع البنك الدولي مع مايكروسوفت، هو الآن الاتجاه للتعليم الإلكتروني. ما في كتاب راح ينشال، ما في حمد مع قلم، ولا في راح يكون حمد مع لابتوب. هذا اللي أنا قاعد أقوله، يعني ممكن يصير كذي؟ أكيد ممكن، شغالين عليه. وقعنا المناقصات مع الشركات واتفاقيات مع مايكروسوفت، والاتفاقية مع مايكروسوفت هذه مجانا، يدربون المدرسين بشكل مجاني. وهذه اللي راح تنقلنا من الحقبة السابقة إلى الحقبة الجديدة، اللي يكون فيها المعلومات في جهاز واحد والتحكم فيه من عند المدرس. بس يعني هذه كلمات أجنبية إنجليزية ممكن نستعملها في اللغة العربية؟ اللغة الحين دارجة؟ ايه؟ لا ما راح نستعملها في التدريس. لا يعني مثلا أونلاين أو لابتوب، يعني لابتوب اللي هو الآن الأطفال عارفينها قبل لا يدرسونها. لا بس أنا قاعد أقول إنها لغات وكلمات أجنبية إنجليزية، فإن ندخلها في يعني منهج اللغة العربية، فهذا شيء أتوقع نوع من التغيير الجذري للجيل القادم. أكيد أكيد، يعني والميزة اللي في هالبرامج هذه أن الكل مطلع على تطور التعليم، يعني الأسرة، المدرس، مدير المدرسة، الأخوان إذا كان عنده أخوان تطور، شوف المنافسة ما بينهم، القياب ليش غاب، ايش كثر غاب، حل الواجب ولا ما حله، شو المشاكل اللي تواجهها في الواجب. يمكن هالطريقه راح نستغني عن المدرس خصوصا. يعني ممكن حلو. نقول حمد يلعب اونلاين ممكن مع الوزير. يعني ما شاء الله دوام من الصبح ليه بالليل. برمضان اليوم بعرف شنو فطورك اليوم؟ تفطرت شنو؟ ايه اليوم. اليوم 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 شوربه مع مشكوس دياي. مشكوس دياي بس. تمارس رياضه مع الوزير ولا؟ والله قبل لا اسلم وزاره يعني امارس الصبح الساعه 7، اروح النادي ساعه وبعدين اروح الجامعه. الحين لا ما في وقت. يعني اذا في وقت لما ارجع ساعات ارجع الساعه 9 بالليل، الساعه 10 بالليل، ساعه بس تركيز على الرياضه في الويكند. في الويكند ان شاء الله. استاذ عادل مع الوزير يعرف يطبخ ولا لا؟ والله انا تفاجأت اليوم انه يعرف يطبخ. اليوم عقب 40 سنه؟ لا 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 طبعا احنا في اول طبخنا غير، الحين طبخ يعني على مستوى طيب. اليوم تفاجأت انه يطبخ طبخ جيد. يعني عاده النوخذه النوخذه يكون صاحب قرار يعني جميل، ويرفض انه يكون في ناس مثلا تتدخل في بعض القرارات اللي هي تكون بالنسبة لرؤية بعيدة المدى. شلون لا لما تكون بعيد عن هذه السفينة؟ يعني أكيد يأخذ فترة راحة وأنتوا تطلعون وترتاحون. فأكيد إنه أخذ يبي يرتاح. هو صاحب قرار، معالي الوزير صاحب قرار. نعم. سواء في الوزارة أو
في الحياة العادية. لكن اللي أنا بعد متفاجئ منه أنه هو يسمع ويسمع بسمع بإنصات للي أنزل منه. ما أقصد الوكيل أو الوكيل المساعد من حتى أي موظف يسمع منه ويناقش، بس عنده منهج، وهذا اللي يعني مريحنا، أنه بعد السماع يقرر القرار، والقرار هذا 99% و90% يكون صائب لأنه سمع. سمع من كل الآراء. سمع. بعدين إحنا لما تعيننا أنا والأستاذ دكتور حامد العازمي وكيل التعليم العالي كوزارة التعليم العالي، أعطانا بعض المفاهيم اللي تدل على إنسانيته. مش نتكلم حنا الباب المفتوح، لا، الباب المفتوح هو صح باب مفتوح، تقابل الكبير والصغير. لأن يعني أكثر شيء نعالج خاصة بالتعليم العالي هو أنك أنت تسمع للطالب المبتعد أو ولي الأمر وتجاوبه. حلو. فبالتالي ولله الحمد حنا الآن أول سنة هذا بإدارتنا الجديدة في نسبة الرضا مرتفعة. عفوا المقاطعة، إحنا ما نبي تتكلم كونا مسؤول، كصديق وكأخ عن معالي الوزير. هو يجب أن يكون الإنسان يعني كصديق وكأخ مثل كمسؤول. مثل المسؤول. طبعا لسبب، لأن المسؤولية ما يعني ما تضفي لك صناعة جديدة. يجب أنك تكون إنسان طيب. حلو. وأنت عادي وتكون إنسان طيب وأنت حلو. مسؤول. بعد 40 سنة دكتور بدر، ايش رايك من الاستاذ عادل المسعد؟ صراحه بامانه يعني رايي انعكس بان يرت الوزاره. نعم يعني رايي ان الـ يعني الـ اشوفه، وهو الجامعه كان زميلنا ايضا. نعم لما كنا في الجامعه اشوف واسمع عن جهده، وأشعر أن الإنسان هذا انظلم داخل الجامعة، انظلم جدا يعني، وانظلم من أقرب أقربائه وأصدقائه، وشفت فيه الجهد، وشفت فيه الأمانة، وشفت فيه الإخلاص في العمل. لازم أستغل الشيء أكيد. وهذا طبعا هذا الانعكاس اللي شفته منه يبت عندي أساس يساعدنا في مهمة التعليمية. يمكن أنا في نقطة أحب أذكرها، دائما نشوف أصحاب المراكز وأصحاب القرار عندهم رؤية جميلة وتنهض مثل ما قلت لك بالوزارة لكثير من الخطوات، ولكن في صعوبة وإجراءات روتينية تعجز أصحاب القرار على يعني تنفيذها بالشكل الأسرع وبالشكل المطلوب. فأنا ودي أسأل هالسؤال، انتوا شنو يعني شنو ردكم على هالموضوع من ناحيه ان انتوا ساعات تطلعون قرار والموضوع يمشي وتشوفون الرؤيه والرؤيه واضحه، ولكن في اشياء تحجب هذه الرؤيه، ليش؟ يعني الوضع طبيعي، كل واحد يكون اعداء، واحد يكون منافسين، واحد يكون غير مخلصين، يريدون أن ينسبون العمل لأنفسهم أو يريدون يوقفون العمل هذا عشان ما ينكتب لك النجاح، مو بس لقصد أن والله العمل ما يمشي، العمل يمشي، بس في ناس تعرقل العمل عشان لا ينسب لك أو علشان يطلب منهم أن يقوموا في العمل هذا، وهذه موجودة في كل مكان، موجودة يمكن صحيح. يمكن عندنا بكثرة، ولكن يعني دور المسؤول يعرف وين العمل متوقف هني ويحاسب. تركها يعني متروكة ويترك شماعة الروتين، ما الروتين ما راح يحل. لا بس أمانة زحمة القرارات، زحمة الإنجازات أكيد تخليك يعني تنسى قرار عن قرار. هذا يعني هذه السياسة ومنهج. في أشياء تخليك تنسى قرار أنت خذيتها. لما أختار ناس عشان يذكروني في القرارات ويتابعون القرارات هذه. على أهم شيء يعني دائما لما أكلم مثل وكيل التربية ولا أكلم وكيل التعليم العالي أو أول أي وكيل مساعد أو أي قيادي داخل الوزارة، لما أقول له أطلب منه شيء، أطلب يعني أنه ينفذه بخلال أسبوع. دائما في بعض يتحجج أن العمل كثير.
عشان لا تنسى ابدأ فيه، وخل طرف آخر يتابع الموضوع هذا، عشان ما هو عملية الركنة لما ترك الموضوع يعني حنة تنطبق عليه بعدين. يعني لما ترك الموضوع أقولها ليش الواحد لما يطلب شيء لازم يحن، لا يعني لازم يذكر، صح. لازم يراجع، لازم يذكر. هذه الأشياء أكيد أنتم كمسؤولين قاعد تلمسونها، فإذا كان القرار أصدر وكان الموقع وكانت الأوراق ماشية، لكن نشوف الإجراءات الروتينية هي اللي ساعات تعطل القرارات الصائبة اللي لازم تنفذ في أسرع وقت ممكن. يبني يعني أكيد معالي الوزير، هو ظهورنا في برنامجكم الكريم وتواصلنا مع الإعلام خاصة تلفزيون الكويت والإعلام الرسمي، هو الهدف الأساسي ماله هو تسويق القرارات اللي تصدر عشان الناس تتلمسها وتطبقها بسلاسة، مو بس المسؤولين الذين يصدرون قرارات، الإعلام اللي وانتم قايمين بجهد جبار، الإعلام اللي هو يسوق هذه القرارات، يسوق هذه الأفكار إلى هذا المجتمع. الحمد لله احنا بنريح شوي، بنريح مع الوزير وبنريحك مع الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التعليم العالي، وبنطلع فاصل عندي معلومة رياضية مع الوزير. سؤال، شلونك بالرياضة؟ المعلومات الرياضية أسمع، معلومات رياضية شلونك فيها؟ معلومات ما تابع رياضة وايد كلش، مع ان انا احب الرياضة بس ما تابع الرياضة، ما تابع يعني خصوصا كرة القدم. يمكن أنا بالنسبة لي الوقت ضيق ضيق، خصوصا لما استلمنا العمل، وأيضا حتى لما كنا في الجامعة عندنا قضية تحضير وعملية تصفيه وعملية، فأشعر أن الوقت اللي أقضيه قدام التلفزيون الساعة ونص هذه قدام الكرة يمكن بس أحب أعرف النتيجة. نعم، لأن أحب كرة القدم ومارسها وايد، ولكن من النادر ما أقعد ساعة ونص وجاب لعبة الكرة القدم. احنا راح نطلع الحين بس البطولات الدولية كأس العالم وغيرها لا أتابع. حلو، احنا عندنا منطقتنا فروانية نعرفها كلنا، اكو فيها نادي، شو اسم النادي؟ فروانية؟ ايه ما ادري. تضامن. تضامن، يا سلام عليك ما شاء الله عليك. راح نشوف يا مشاهدين هذا سؤالنا اليوم بالمسابقة، وبنشوف الجمهور شلون جاوبوا عليها. اي نعرف اسمه الدوغة، صح الدوغة. رجعنا لكم مشاهدين بعد المسابقة الحلوة هذه الخفيفة، ونستكمل المحاور حديثنا مع الوزير بدر العيسى. يا مرحبا فيك، راح فيك مرة ثانية. صحي دكتور، يعني طالب القهوة بدون كريمة والله صلاتك كل معلومة. ودارسين يعني نحاول ان نبتعد عن السكريات النشويات، بس يعني الاكل بالكويت جذاب شويه جذاب. يعني يمكن انا اشوفه من المطبخ الكويتي من افضل المطابخ على مستوى الخليج، والاكل معنا كلهم قريبين للمطبخ الهندي، ولكن فن الطبخ يعني هذه وليس يعني تحيز، ولكن هذا اللي أنا حتى المشاريع الكويتية اللي طلعت بالفترة الأخيرة أكثريتها مطاعم، وكلها شباب كويتيين هم اللي يديرونها وهم اللي يطبخون بنفسهم، وخلطات الطيبة اللي يسوونها. أنا قليل بالذهاب للمطاعم، يعني أحب أكل البيت. أكيد عيل تطبخ، تعلمنا الطبخ لما كنا ندرس، لما كنت على أيام مصر. الدراسة أيام مصر. لا هو مصر كانت عندنا من يقوم في العمل هذا، لما كنا في أمريكا ما عندنا، لازم نتعلم. حلو، خلنا نرجع وياك مع الوزير ليل مصر والقاهرة. بالقاهرة عدل، شنو ذكرياتك اللي تطري على بالك أيام الدراسة؟ أنا من محبين مصر، يعني سواء كانت في الدراسة ولا حتى الآن، يعني دائما أفضل أروح لها حتى لو يومين ثلاثة أيام. دائما فترة مرحلة الدراسة خصوصا المرحلة الجامعية هي تكون من أفضل المراحل ومن أسعد المراحل، سواء كانت مصر أو غيرها. ما بالك لما تكون في مصر، بلد الضحكة وبلد الفرفشة وبلد يعني الحياة سهلة،
الشعب جميل، الشعب جميل طبعا، المضياف، وتحس ان انت منه فيهم، يعني ما انت انسان غريب. فزائد طبعا كثره اعداد الطلب الكويتيين فيهم، يعني السابق والان، نعم يمكن الان اكثر، وما تحس انك في دوله قريبه، غريبة، تحس انه في مكانك. زائد ان مثل ما يقولون اللي يشرب ميه النيل لازم يرجع. اكيد اكيد. يمكن انا بعد احب اذكر ان كثير من المواد كانت مناهجها تي من القاهره. نعم. اي يعني كانت من مصر تي، من اساتذه ومن دكاتره كبار. ففي مناهج وايد للحين كانت للحين تدرس في المعاهد وتدرس في، هل هذه تحس في هذه الاونه ان لازم تكون مناهجنا منا احنا، ما نستورد مناهج من دول عربيه؟ لا، يعني احنا يمكن في الفترات السنوات السابقه ما عدنا ناخذ مناهجنا من دول اخرى، عندنا نضع مناهجنا. يمكن الان طبعا اتكلم شحت في الوقت الحالي عندنا لجان مشكله بالاضافه الى البنك الدولي، يعني لازم المناهج اللي يضعها البنك الدولي لازم تتمشى مع ثقافتنا وقيمنا بعد. لذلك مشكلين لجان من داخل الوزاره عشان يوصلون المناهج اللي يضعها البنك الدولي مع ثقافتنا. وهذه كافه المواضيع والمناهج كلها نابعه من المجتمع الكويتي وليس مثل ما كان بالسابق ماخوذه من. وهذا طبعا راجع الى يعني الى وجود الخبراء سواء الكويتيين او غير الكويتيين الموجودين داخل الكويت، هم اللي يساهمون في تطوير هذه المناهج. يعني الان فيما يتعلق مثلا بالعربي، يمكن دائما الناس تشتكي ان الخريجين الثانويه ضعاف بالعربي او ماده العربي ليست مشوقه. صح. الان دخلنا فيها التشويق، دخلنا فيها القصه والروايه عشان يظهر فيها التشويق اكثر. يعني ليش ماده الانجليزي مشوقه اكثر؟ لان فيها انشطه كثيره وفيها روايات وفيها، راح ناخذ هذه الصوره ونخليها بالعربي على اساس. فمعظم مناهجنا محليه. نعم. الاستاذ عادل المسعد، يعني كصداقه 40 سنه دامت مع الوزير، في مواقف مع الوزير، راعي مقالب، راعي غشمره؟ ما يبدأ طبعا هو انسان وراعي مثلنا طبعا. بس انا تفضل معالي الوزير وتكلم عن مصر وانها كانت دراسه مريحه لان الشعب والنظام كان محتضن الكويتيين انا احب من خلال برنامجكم، انا وكيل مساعد للبعثات بالنيابه، احنا امريكا وكندا وبريطانيا قاعد يحتضنون طلبتنا وسفاراتهم قاعد يسهلون لطلبتنا. نعم. وانا من خلال برنامجكم نشكرهم، نشكر شعوبهم اللي قاعد يحتضنون ابنائنا وبناتنا وكذلك حكوماتهم. حلو. ونشكر سفاراتهم اللي بالكويت لانه وايد قاعد يسهلون امور ابنائنا وبناتنا طلبه وطالبات. وانا اتمنى بعد من اولادنا وبناتنا كما هم عهدناهم ان يكونوا ملتزمين بقوانين الدول اللي يروحون لها، ويشكرون هذه الثقافات الطيبة مثل بريطانيا وأمريكا وكندا. حلو. مثل مصر ما كانت يعني. بس هو تهرب من السؤال. إيه تهرب عليه. بردت أنا بس حصة دبلوماسية، يعني هذا هو يتحلى في الدبلوماسية. حصة خلي أستاذ عادل، سؤالي كان واضح ومباشر. معالي الوزير، حكم صداقتك معاه لمدة 40 سنة، راعي غشمره ضحك ولا جدي؟ احنا ما نعرفه، ما احتكينا وياه، نشوفه دمه خفيف بيني وبينك، بس يعني احنا الحين هو وزير وانا موظف عنده ليش تحرجوني؟ اقول لك شنو قال عنك؟ ايش قال عنك؟ يقول انه قلبه طيب، دمعته على طول تنزل. نعم نعم. شوف، الدمعه مو فقط للمراه جمالها بدمعتها وضعفها في قوتها، لكن الرجل اذا يعني يدمع يعني انه هو رحوم، والرحمه ترى هذه صفه من صفات القياده. الحمد لله. اذا كان القائد جبار ليس لديه رحمه هذا مو قائد. فولله الحمد يعني احنا نتصف بعض الصفات، لكن
من معالي الوزير، مش لانه صديق واخ، معالي الوزير يوجه اسبوعيا ويعني يوجهنا للدقائق الامور. انا معطينا صلاحيات، انا بسال في وزاراتنا معطينا صلاحيات، لكن يعني يوجهنا، واهم شيء عنده الانسان اللي موجود الحمد لله، طالب ولي الامر. اتكلم عن وزارة التعليم العالي. الوقت امانه يعني يمكن يمشي بسرعه، بس انا عندي سؤال. ساعات الجامعات عندها سياسه شروط وقبول في الخارج، وتفرض بعض القوانين على وزارة التربية لأنها هي عندها كراسي معينة، عندها نسب طلبة معينة يعني، ولكن الأهالي هني ما يفهمون هذا الموضوع، فيلقون العاتق على مسؤوليتكم كونكم أنتم مسؤولين عن هذا الموضوع. فأنا ودي من خلال برنامجنا أنكم توضحون هذه الأشياء، أن أنتم تقدمون كل اللي تقدرون عليه، لكن في المقابل هم الجامعات اللي يطلبونها واللي ساعات الأفراد المتميزين من الطلاب يبونها ويتمنونها ويتمنون يلقون كرسي فيها، بالنهاية المسؤولية ما تنقط على الأصابع، الاتهام ما تنقط على الجامعة، تنقط عليكم أنتم كمسؤولين. فش رأيك بهالموضوع؟ والله سؤالك وايد ممتاز ومهم. يعني احنا سياستنا الانفتاح على كافة الدول اللي نعتمد جامعاتها ان نوزع طلبتنا عليها، التركيز الان للطلبه اللي يحب دائما يبون امريكا، انجلترا، مصر، الدول كثيره تعطينا منح، مثل عندنا كوريا الجنوبيه تعطينا، عندنا المانيا ممكن تعطينا، عندنا ايضا الصين ممكن تعطينا، يقدمون لنا، بس الطلبه يبون خوفا من اللغه، اللغة الأخرى الألمانية وغيرها. يعني عندنا مثل المملكة العربية السعودية عندها تقريبا فوق 2500 طالب في كوريا، عندها 5000 طالب في ألمانيا. طلبات يتخوفون من من مناطق جديدة معينة ودول جديدة. فاحنا طبعا ودنا بس نوجه كلمتنا لأولياء الأمور والأسر وحتى الشباب انهم يتنوعون في الثقافات في التعليم، يعني ما ينحصرون بس في امريكا وفي لندن وايرلندا يعني لازم يفتحون ويستقلها التراز. يعني مثلا كوريا الجنوبيه معروفه بالتكنولوجيا حلو، افترض ان عندهم من اعرق الجامعات هناك. اكيد واضحه الفكره معالي الوزير. احنا نشكرك على حضورك معنا وشرفنا في هذا اللقاء معالي وزير التربيه الدكتور بدر العيسى، وايضا الاستاذ عادل المسعد الوكيل المساعد للشؤون الاداريه والماليه في وزارة التعليم العالي. نشكركم رغم ارتباطاتكم ومسؤولياتكم، أصريتوا تحضرون ويانا في تلفزيون لوكيت. كلمة أخيرة إذا تعطيني مجال. تفضل. تمنيت تسألني شنو أمنيتك في الوزارة؟ نعم. أو متى ترى أن تحقق هدفك في الوزارة؟ نعم. أمنيتي أن كل خريجين الثانوية لما يتوجهون للتعليم الجامعي أو أي مجال آخر يصبح المتعلم بالدرجة الأولى. الحمد لله. الحين نعاني من خريجنا، نعم. خريجينا خصوصا اللي توجهوا للجامعة. نعم. مستوى ضعيف. صحيح. يعني هذا أنا عاشرتها وأنا كنت أستاذ بالجامعة. أكيد. يعني الطالب من الثانوية يتوجه للجامعة وهو على هبة الاستعداد ويكون متعلم ذا مستوى تعليمي جميل. كل شكرا لمعالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، وأيضا الشكر موصول للوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عادل المسعد على حضوره معنا في غضة رمضانية. وصلنا لختام هذه الحلقة يا حصة، ونقول مع السلامة وتصبحون على خير، ونشوفكم إن شاء الله في غضة على شاشة التلفزيون الكويت.